هنا في مطار اللد حالة من الارتباك العامة إثر إلغاء لخمسين رحلة جوية من وإلى تل أبيب وتشمل 25,000 مسافر. إدارة المطار عقدت اجتماع عاجل مع وزيرة المواصلات وأعلنوا حالة التأهب والاستعداد لأي طارئ، وشركات الطيران تعلق رحلاتها تباعاً. مسافرون عالقون وآخرون عادوا أدراجهم، وحركة مسافرين ضئيلة وحالة تأهب في المنطقة إثر أي هجوم محتمل من حزب الله أو إيران.